أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حررت قوات سوريا الديمقراطية نصف مدينة الرقة بعد أقل من شهرين من انطلاق المعركة ضد تنظيم داعش. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الساعات 24 الماضية شهدت تقدما استراتيجيا لقوات سوريا الديمقراطية في حي نزلة شحادة جنوبي الرقة ومنطقة البانوراما بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، ويضم المجلس في عضويته 29 شخصاً من بينهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة المصرية، فضلاً عن وزراء وشخصيات عامة برئاسة السيسي. قررت بريطانيا رفع حظر السفر إلى تونس عن مواطنيها باستثناء مناطق محددة هناك. وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية أن هذا القرار الذي قال إنه يهدف إلى تشجيع القطاع السياحي في تونس جاء نتيجة التحسن الكبير الذي شهده الوضع الأمني التونسي. وكانت بريطانيا فرضت هذا الحظر قبل سنتين إثر هجوم استهدف فندقين في ولاية سوسة شرقي البلاد، أسفر عن قتل عشرات السياح الغربيين ومعظمهم من البريطانيين. اقتحمت قوات الشرعية اليمنية معسكر خالد في مديرية موزع غربي تعز وتمكنت من السيطرة عليه بعد طرد الحوثيين، ونفذت هذه المهمة بإسناد جوي من القوات الإماراتية التي تعمل ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. حقق موقع فيسبوك ازدياداً كبيراً في عائداته خلال النصف الثاني من هذه السنة بسبب الزيادة في إقبال المعلنين على الإعلان بالفيديو على الموقع، وحققت إعلانات الفيديو على الهواتف المحمولة النسبة الأكبر من العائدات بـ 87% من أصل عائدات إجمالية بلغت أكثر من 9 مليارات دولار أعلن عنها فيسبوك. منح باريس سان جيرمان مهلة لمدة أسبوع للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري الفرنسي. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن مدير النادي الباريسي اتصل بالنجم نيمار شخصياً من أجل الحصول على موافقته للانتقال إلى العاصمة الفرنسية. وأشارت الصحيفة أن مسؤولي النادي الباريسي طالبوا نيمار بضرورة تحديد موقفه سريعاً. الموجز إلى اللقاء.